الرئيس السيسي النهارده التقى بالمشير خليفه حفتر اللي هو القائد العام للقوات المسلحه الليبيه، ودار حوار بين الرئيس وبين المشير، وكان بشكل واضح الحفاظ على وحده الاراضي الليبيه، وحده المؤسسه العسكريه الليبيه التي تم بنائها منذ 77 عام، رفع القيود ده اهم موضوع عن توريد السلاح للجيش الليبي، وقف تمويل التنظيمات الإرهابية ده خطر جدا، التصدي للأطراف الخارجية التي تعبث بالداخل الليبي. طبعا فاهمين مين اللي بيعبث بالداخل الليبي؟ قطر، إيطاليا، فرنسا بدأت تدخل على الخط، الولايات المتحدة الأمريكية. النهاردة قوات فجر ليبيا اللي سمت نفسها فخر ليبيا خلال الأيام الماضية بدأت تتحرك وتنقلب على السراج. السراج هو حليف الغرب، حليف إيطاليا، لكنه التقى بالمشير خليفة حفتر في الإمارات، فانقلبت عليه قوات فجر ليبيا لإخوان ليبيا اللي هم الصادق الغرياني اللي هو رجل قطر في ليبيا، انقلبوا عليه وبدأوا يحاولوا يحاصروا العاصمة طرابلس. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هم قالوا لا، ده هيحط إيده في إيد القاتل المشير خليفة حفتر، رجل مصر والامارات وروسيا، فبالتالي احنا ضده. قامت فرنسا وايطاليا النهارده امبارح بالليل عبر اجهزه لاسلكي الدوائر التلفزيون المغلقه عملوا تحذير في طرابلس، تحذير لاي قوه بتقترب من السراج احنا هنتدخل عسكريا. ده مين؟ ده ايطاليا وفرنسا. الوضع في ليبيا وضع خطير، واعتقد انه احنا خلال الساعات القادمه سيكون لدينا تغطيات في قناة حول هذا الموضوع خلال الساعات القليلة القادمة. نتمنى السلامة للشعب الليبي، ونتمنى النصر للشرعية في ليبيا.